خمس سنين وشعبنا ينتظر، خمس سنين وقواه السياسية اللي ساندت تنتظر باش تتحقق مكاسب، ولكن لم يتحقق أي شيء. فأنا حبيت نقول اليوم في الندوة الصحفية هذه، احنا في مسار انتخابي تحف به مخاطر عديدة، تحف به مخاطر عديدة. في أحد المترشحين يريد أن يعمل سباق مع روحه، يحب يوظف كل أجهزة الدولة ليفوز علينا في هذه الانتخابات، يحب يقنع التوانسة أن الموضوع راه منتهي ومحسوب. وأنا نعاود نقول للتوانسة ما ثم حد شيء محسوب، ورد بالكم تعتقدوا أن المسألة محسومة، وما تعتقدوش الكليب تاع الفيسبوك 70% معاه و 80% معاه، ما ثم حتى حد معاه، ما ثم حتى حد. وأثبتت المحطات السابقة الكل هذه الحقيقة، أثبتت الانتخابات التشريعية اللي مشوا ل 11%، وأثبتت الانتخابات المجالس المحلية اللي مشوا ل 12 ولا 11% رغم الدعوات، وأثبتت الاستشارة قديش مشوا لهاد واحد، وأثبتت الاستشارة التربوية ولا على الموضوع التربي قديش مشوا لهاد واحد. دونك لا تخافوا، عندكم فرصة، ما تضيعوش الفرصة دي من يديكم. يا إما تختاروا هذا الخراب اللي بنتواصل، وهذا الحديث الذي لا يقدم أي شيء، وهذا التخويف وتقسيم التوانسة، ولا التوانسة لهم 10% بهين والبقية كلهم مش صادقين، مش مخلصين. احنا نحبوا نلموكم